خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في نص نهائي البطولة العربية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعرض في 10 مساء بقصر الأمير طاز بالخليفة العرض المسرحي جوه الصندوق، إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، وده ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري. العرض فكرة وإخراج إسلام إمام، وبتدور فكرته في إطار كوميدي درامي حول المشاكل الاجتماعية والنفسية اللي بتواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة اللي بيواجهها الشباب في حياتهم اليومية، والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية بشكل مبتكر، مع كيفية احتوائهم وتوعيتهم بتقبل الآخر من خلال شخصيات مختلفة. النهارده هينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالاسكندريه التابع لصندوق التنميه الثقافيه ورشه في مبادئ السيناريو مع الدكتور نادر رفاعي. الورشه بتتضمن مبادئ عامه للسيناريو والبناء الدرامي في الفيلم السينمائي ورسم الشخصيات وتقنيات الحوار السينمائي. النهارده هتقام مباراتي الدور النصف النهائي ببطوله كاس الملك سلمان للانديه الابطال البطوله العربيه اللي بتستضيفها حاليا المملكه العربيه السعوديه. الساعة 6 مساء هيستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها مباراة بين النصر السعودي والشرطة العراقي. المباراة الثانية هتكون بين الهلال والشباب السعوديين في تمام الساعة 9 مساء على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.